واحدة من أكثر مناطق البلاد تعرضا لجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي، إنها مديرية حيس، إحدى مديريات محافظة الحديدة. فمنذ ما يقارب العام لم تتوقف ميليشيات الانقلاب ولو ليوم واحد عن قصف واستهداف حيس بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. دمروا لنا كل حاجة ولا جعلوا الناس يعيشون في أمان، أرعبوا الناس، أرهبوا الناس بالهاونات، بالقذائف، بالمدفعية، بالمضادات، بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وغير ذلك. حتى الناس أصبحوا يعانون ويعني يلعنوا الأيام التي كانوا الحوتهم فيها. من يوم القصف حق الحوتة وحق الميليشيات الحوتي ما عدنا أمل نخرج، عاد احنا خرجنا في الأسبوع هذا ونمشي بأمان واستراحة الحمد لله. واقع أرغم معظم سكان المدينة على النزوح هربا للنجاة بحياتهم، خصوصا بعد أن طال قصف الميليشيات معظم أحياء وقرى حيس وتسبب بمقتل وجرح المئات من المدنيين. أنا نازحة من حيس، ضربوا بيوتني وطيروا بين الحوثيين من بيوتني، بدينا الظهر نزعف، معنا شيء من عندي، الآن من اختلي من راسي ويدي من كله بيني هدري، من البعثات حق الحوثيين. رغم كل هذا الدمار والقصف اليومي، يحاول من تبقى من أهالي مركز مديرية حيس النهوض بمدينتهم وبإصرار. وها هي الحياة تعود تدريجيا، خاصة بعد الانتصارات الأخيرة للجيش اليمني التي أبعدت الميليشيات مسافات أكبر وعمدت إلى تطهير معظم مزارع المديرية حيث كانت تتمترس الميليشيات. الآن بدأ يعود الناس يعودوا إلى مدينة حيس بعد الأمن، والأمن مستتب الآن إن شاء الله مستتب، والآن نطالب بفك الطرقات والتقدم إلى منطقة الجراحي وبيت الفتى وطرد الميليشيات الحوثية. بين إصرار ميليشيات الحوثي على القتل والتهجير وإصرار الأهالي على الحياة، تنهض حيس من بين الركام لتدب فيها الحياة وإن بشكل بطيء. ردفان الدبيس، العربية، حيس، محافظة الحديدة.